تيار صدر يتحدث عن حكومة أغلبية وليست حكومة توافقية، ولكن هذا التحالف الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم إنقاذ وطن، ألا يعتبر أيضا، ألا يعد أيضا تحالف توافقي؟ يعني مكون من التيار الصدري الديمقراطي الكردستاني وأيضا السيادة وبعض المستقلين، ألا يعتبر هذا أيضا حكومة توافقية بين هذه الأطراف؟ هذا التحالف ليست وليدة اليوم أو البارحة، وإنما وليدة تفاهمات قبل وبعد الانتخابات. لكن إعلان تحالف إنقاذ وطن داخل مجلس النواب العراقي هو منعطف مهم. لا، أنا لا أسألك عن هذا السيد ياسين، أنا سؤالي واضح ومحدد، ألا يعتبر هذا التحالف الجديد الذي سيشكل الحكومة أيضا ستكون حكومة توافقية وليست حكومة أغلبية؟ يعني أيضا هم توافقوا مع بعضهم البعض، شو فرقهم عن الحكومات السابقة يعني مثلا؟ لا، هذه يعني باعتبار أن هذا التحالف به خروج من المحافظة، أن الكتلة الأكبر في مجلس النواب ستكون كتلة عامة مكونة من الشيعة والسنة والكرد. الكتلة الأكبر في الدورات السابقة كانت كتل شيعية فقط، يعني بين قوسين. لذا فإن هذه الكتلة وهذا التحالف سيعطينا نوع جديد، نمط جديد في التحالفات، وهي أن تكون الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب كتلة مكونة من المكونات الرئيسية للمجتمع والعملية السياسية في العراق. يعني هذا اختلاف كبير عن المراحل الاستحقاقات السابقة. لكن يعني أود أن أقول أن هذا التحالف أو هذه الكتلة لن تكون كتلة كما يقول وردية ستواجه بمشاكل وأزمات سياسية كبيرة. يعني لن يكون سهلا، خاصة إذا دخل هذا التحالف أو هذه الكتلة إلى مجلس النواب دون توافق شيعي. شيعي. الخطورة في عدم التوافق الشيعي، باعتبار أن هناك سلاح، بأن هناك نفوذ، بأن هناك تهديدات سابقة يمكن أن تخلق لهذا التحالف أو للحكومة القادمة مشاكل كبيرة وأزمات كبيرة جدا. طب سيد ياسين، بعد الترحيب بك ثانية، هل من الممكن أن نشهد خلال الأيام أو الساعات حتى التي تسبق جلسة السبت، بما أنه دائما يعول على الساعات الأخيرة في المشهد السياسي في البلاد، هل من الممكن أن نشهد تنازلا من طرف دون آخر؟ يعني هناك طرف يظهر ثقة كبيرة بما سينتج عن جلسة السبت، وآخر يشعر بالإقصاء والتهميش. من المفترض أن يتحرك أو يقدم التنازل؟ أكيد يعني ست حلا، يعني الموضوع يعني فيه مجال مؤمرون يعني الأيام القادمة، ويمكن يعني هناك توقعات كبيرة الآن أن جلسة السبت هي جلسة صعبة ولا يمكن انعقادها بهذه السهولة خارج التوافق الشيعي. لذا فإن على سيد مقتدى الصدر أن يخوض خلال الأيام القليلة الماضية محاولات أخرى، ويمكن أن يكون هذا التحالف أو إعلان هذا التحالف ورقة ضغط من السيد مقتدى الصدر على بعض أو جميع كتل الإطار التنسيقي لتقديم تنازلات والمجيء إلى الاتفاق مع السيد الصدر بشروط السيد الصدر. لذا فإن الأيام القادمة أنا بتوقع إذا لم يشهد توافقا شيعيا بين الإطار والتيار، فأنا أجد من الصعوبة أن يتم عقد جلسة يوم السبت.